تعد المقاهي في بغداد منتداً اجتماعياً يلتقي به الناس للترفيه عن أنفسهم، وقد يكون أحياناً مكاناً تناقش فيه شؤون أهالي المحلة أو البلدة. ويوجد في منطقة السفينة عدد من المقاهي القديمة، أبرزها مقهى تشرداغ، حيث كان أحد مقاهي القوميين والرياضيين والصيادين، وكان ملتقى للمثقفين وأعيان المدينة. مقهى تشرداغ مقهى قديم، صار له أكثر من 70 سنة 80 سنة، أي مقهى كلش قديم، وكان على شكل سعف وما سعف وبردي وهاي. ليش سمى منطقة قهوة تشرداغ؟ منطقة يعني عريقة قديمة، قهوة تشرداغ كلهم يعرفوها، أقدم من قهوة أم كلثوم، أقدم من قهوة البيروتي، فسمت مقهى تشرداغ لأنه الشراديق كانت 10، فيطلعون من الشراديق. هاي تدري الشراديق كانت ليل ونهار، يعني الشراديق العالم تجي تتونس بيها تتفسح بيها بالليل بالنهار، يعني تجي تفسحون بيها وهاي، فيجون يتمشون يجون مقهى تشرداغ، اي يقعدون يشربون ما يرتاحون ويتونسون شويه وهاي يطلعون، فسميت مقهى تشرداغ على مود هاي الاسم.